سعيد شوقي استاذ مفروض عليه التعاقد وعضو المكتب الاقليمي للتنسيقيه الاساتذه مفروض عليهم التعاقد بخنيفره. اليوم كما كتشاهدوا اننا مجتمعين هنايا جميع الاساتذه وبتنسيق مع النقابات الاكثر تمثيليه ومجموعه من هيئات المجتمع المدني والمجتمع الحقوقي ومجموعه من الاحزاب السياسيه التقدميه من اجل التنديد بالمجزره التي عرفتها مدينه الرباط، حيث تم تعرض للأساتذة المفروض عليهم التعاقد وتم رفسهم وركلهم بشتى أنواع التلاوين المخزنية، إضافة إلى أن مجموعة من الأستاذات قد تعرضنا للتحرش الجنسي في المسيرة التي تم قمعها قبل بدئها بمدينة الرباط. اليوم وتنزيلا للبرنامج الوطني الذي سطرته التنسيقية الوطنية ومع المجلس الوطني للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، نتواجد بهذه المحطة من أجل القيام بمسيرة تنديدية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية ومن أجل إثبات الحق في التوظيف ورفض التعاقد. هذه المسيرة كما أشرت والتي تعرف إنزالا أيضا أمنيا لازلنا لم ننطلق بعد، الآن نحاول أن نستجمع قوانا من أجل الانطلاق في مسيرة ستجوب كل أنحاء مدينة خنيفرة من أجل التنديد. كما تلاحظون فهناك مجموعة من الأساتذة الذين لبوا النداء، أساتذة من داخل التنسيقية وأساتذة خارج التنسيقية، لأننا جسم واحد وأردنا بهذه المسيرة أن نقول بأننا جسم واحد وأن نقول لا ثم لا، لا للتعاقد ونعم لحل جميع المشاكل القطاعية. للإشارة ما يقوله السيد الوزير أمزازي نعتبرها تصريحات انتخابية لا أقل ولا أكثر، فأمزازي يقول أنه تم حذف التعاقد وتم حذف العقد وأن الأساتذة بإمكانهم اجتياز مباراة المدراء والتوجيه وكذا وكذا إلى آخره. نحن الآن نقول أن التعاقد قد انطلق سنة 2016 إلى حدود اليوم، كل أساتذة لا زالوا متعاقدين، أقول لا زالوا متعاقدين الآن في منظور الوزارة وفي منظورنا، فإننا نقول أننا فرض علينا التعاقد لأن تلك العقود قانونيا فهي عقود إدعان، ولأن هؤلاء الشباب وهؤلاء الأساتذة والأستاذات من حقهم التوظيف لأن هذا حق قانوني لا يمكن أن يمنعه أمزازي أو غيره. إذا سنقوم بهذه الإجراءات وسنستمر في مسيرتنا النضالية إلى أن يتحقق هذا المطلب. أمزازي نعم سي عبد العزيز كما أشرت أنه جاء إلى مدينة خنيفرة، نعتبره جاء للسياحة أو نعتبره جاء من أجل حملة انتخابية قبل أوانها، وأن صريحته لا علاقة لها بالواقع. لو كان فعلا قد حذف التعاقد لما وجدنا المئات من الأساتذة والآلاف من الأساتذة يرفسون ويركلون والأستاذات يتعرضن للتحرش الجنسي. لو كان فعلا التعاقد قد أسقط لما كان الأساتذة الآن هنا ولما كانت الأستاذات ولما كانت الإطارات الحقوقية والحزبية التقدمية هنا، لكانت الأستاذات والأساتذة الآن في الأقسام. أنا أعتبر ما يقوله الأمزازي فقط هو ضرب لمجانية التعليم وضرب للحق في التعلم لأبناء الفقراء. ما نعاني من اليوم والمدارس الفارغة الآن من الأساتذة ومن التلاميذ سببها أمزازي وتصريحاته الانتخابية لا أقل ولا أكثر. تحية نضالية لجميع الأساتذة والأستاذات، تحية لعموم الشعب المغربي، المجد والخلود لكافة الشهداء الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل إسعاد هذا الوطن الجارح. علاقة يعني بالشكل ديال اليوم يأتي هذا الشكل كرد على القمع الذي تعرض له الأساتذة بالرباط. الكل يعني تيشوف المقاربة القمعية التي سلطت على الأساتذة لا لشيء سوى لأنهم يطالبون بحقهم العادل والمشروع كإسوة بزملائهم الأساتذة المرسمين النظاميين. وبطبيعة الحال هذا المطلب أو هذا الحق هو حق دستوري، ما دامت الوظيفة هي حق منصوص عليه في الدستور وهي لكافة أبناء وعموم الشعب المغربي بالتباري عليها بطبيعة الحال. وردا كذلك على تصريحات المشبوهة ديال الوزير التربية الوطنية اللي تيقول في كل مرة بأن التعاقد ما بقاش، هذا مجرد افتراء ومجرد كذب، والا علاش هاد الاساتذه غادي يمشيو يعني للرباط ويضحيو بالارواح
الارواح ديالهم. وفي هذا السياق راه كادت ارواح ان تزهق في الرباط، وكلشي تيشوف بان الاساتذه وصلوا لانهم تيشهدوا استاذ وصل بانه كادت ان تزهق روحه. تأتي مسيرة الغضب اليوم احتجاجا على القمع العنيف الذي تعرضت له مختلف الفئات التعليمية طيلة الأيام والأسابيع الماضية. حضور النقابات التعليمية الست اليوم في هذه التظاهرة وهذه المسيرة الغاضبة يأتي تعبيرا عن نصرتها لمظلومية مختلف الفئات التعليمية وعلى رأسها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أطر الإدارة التربوية، ملحق الاقتصاد والإدارة، المقصيون من خارج السلم، أساتذة زنزانة 10، وأطر التخطيط والتوجيه، والأساتذة المكلفون خارج أسلاكهم. حضورنا اليوم وتعبير عن غضبنا وعن تضامننا المطلق مع نضالات هذه الفئة، وتنديدنا بكل أشكال القمع الوحشي التي مورست على الأسرة التعليمية بما في ذلك من اعتقالات ومن مطاردات ومن سحل وركل ورفس وتحرش جنسي بنساء التعليم. أتينا لنرفع أصواتنا الغاضبة لنعبر عن إدانتنا الشديدة لهذه السلوكات ولإقحام البلطجية في التنكيل بالأسرة التعليمية. كل التضامن مع كل نضالات مختلف الفئات التعليمية، وعاشت الوحدة النقابية وعاشت الأسرة التعليمية موحدة صامدة. التعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل حاضرة ضمن مسيرة الغضب التي نظمت بإقليم خنيفرة يوم الثلاثاء 23 مارس لتنديد وتنديدها واستنكارها لما تعرضت له الشغيلة التعليمية بالرباط بمختلف تلاوينها، وهذا السلوك الشنيع والشرس والأرعن والذي يحيلنا على سنوات الجمر والرصاص. كما نحمل الدولة مسؤولية ما آلت إليه المدرسة العمومية، وهذه المحطة ما هي إلا بداية أساس الاستمرارية في محطات نضالية قادمة، وشكرا للوحدة النقابية. نضالية من داخل إطارنا الصامد والمناضل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. يأتي هذا الشكل النضالي تنزيلا لمخرجات المجلس الوطني المنعقد بالرباط، وهو عبارة عن إضراب أيام 22 23 24 من هذا الشهر، ردا على تعنت الوزارة واستمرارها في نشر سياسة الآذان الصماء، فعوض انكباب الوزارة ومعها الجهات المسؤولة في إيجاد حلول
ناجعة فضلت تسخير أجهزتها القمعية لا لمحاربة التطرف والإرهاب والفساد، بل لتعنيف الأستاذ، تعنيف مربي الأجيال وقدوة المجتمع، لا لشيء إلا أنه يطالب بحقه العادل والمشروع، ألا وهو إسقاط مخطط التعاقد، إسقاط مخطط الذل والعار، وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية. ومن هذا المنبر نندد ونستنكر بشدة التدخل القمعي في حق الأساتذة والأستاذات بالرباط يومي 16 و17، ناهيك عن التحرشات الجنسية من طرف رجال القمع بكل تلاوينهم مع أعوان السلطة ضد الأستاذات الشريفات. ونحمل الوزارة الوصية كامل المسؤولية إلى ما ستؤول إليه الأوضاع لاحقا، ونقول عن درب الشهيد لن نحيد، ودمنا ودمتم للنضال الأوفياء، وعاش التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، حرة مناضلة ومستقلة، وتحية لكل الإطارات النقابية الحاضرة والهيئات الحقوقية والإدارة التربوية، وتحية للمنابر الإعلامية الحرة. إذن جئنا اليوم تنديدا بالقمع الذي تعرضت له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والأساتذة حاملي الشهادات موظفي وزارة التربية الوطنية وكافة الفئات التعليمية على مستوى الرباط خلال العطلة الفارطة. هذا القمع الذي تعرضنا له اللي هو ماشي واحد يعني واحد الحدث اللي هو نشاز، راه اليوم الشعب المغربي شاهد هذه الفضيحة بهذا المعنى، هذه الفضيحة اللي شاهدها الشعب المغربي فقط لأن القمع كان بالنهار، ما كان يقع في الليل في ليلة اغتيال الشهيد عبد الله حاجيلي ولا في ليلة 23 مارس، يعني مثل هذه الليلة في سنة 2019 ما كان يقع أسوأ بكثير مما وقع وشاهدته القنوات وشاهده الشعب المغربي. إذا هذا القمع فهو سياسة اللي هي ممنهجة وهي طبيعة ديال هذا المخزن الذي يحكم بقبضة من حديدة الشعب المغربي المقهور المسحول. إذا خرجنا اليوم احتجاجا على هذا القمع الذي تعرضنا له، ولنقول بأننا متشبثون بمعركتنا اللي هي إسقاط مخطط التعاقد. المطالب ديالنا واضحة جدا، إسقاط مخطط التعاقد. مخطط التعاقد راه ماشي هو ديك الكونترا اللي كنتحدثوا عليها باش نوضحوا للسيد الوزير، لأنه على ما يبدو أنه هو نفسه ما فهمش هذا الملف. هذا راه التعاقد راه هو داك المخطط كامل اللي هو نازل به، والتسميات راه مجرد تسميات، المخطط الجوهر ديالو راه باقي. فاش كيتحدث على التوظيف الجهوي وعلى هذه الامور هذه فنحن نرفضها، لانها اساسا ليست دستوريه وليست ليس لها اي اساس قانوني. التوظيف الجهوي مذكور في حتى شي سند قانوني، ونرفضه لانه يكرس الفئويه والطبقيه داخل المدرسه العموميه اللي احنا ندافع عنها وما زلنا متشبثين بحقنا في الوظيفه العموميه. المطلب ديالنا هو اسقاط مخطط التعاقد والادماج في اسلاك الوظيفه العموميه، هذا هو المطلب ديالنا الواضح. ما تنخربوا ما تنتعداو ما حتى شي حاجه، التظاهرات ديالنا او المظاهرات ديالنا سلميه جدا، ولكن دائما المخزن دائما ما يقابلنا بالقمع واحترسانه ديال الجحافل القمعيه، اللي كيف ما كتشوفوا اليوم في خنيفره مازال الامتداد ديال هذه الجحافل القمعيه التي تحاول منع المسيره من التقدم ومن التواصل مع الشعب المغربي باش نوضحوا لهم المطالب ديالنا العادله والمشروعه.